السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم إطلالة على مغاربة العالم، والذي نبثه على مسامعكم من الديار الأسترالية. ضيفنا اليوم هو اللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي الإطار محمد أستاذ. مرحبا بسي محمد. مرحبا بك سي مصطفى، وكنشكر على الاستضافة هذه اللي تتمنى من الله لأنها تكون المحاولة غنطرقوا فيها تكون في المستوى إن شاء الله. مع مثلا كمثال لا على الحصر، وهو بحال الفروق هنا خاصة هنا في أستراليا، أن كتعرف بأن في الأول كانوا كيعتمدوا على المدربين الأجانب، الآن كتوجد المنتخبات الأسترالية والفرق الأسترالية والناس كتعتمد على ولاد البلاد خاصة الشباب. هذا الشيء اللي كنشوفه اخي مصطفى، راه حتى قطر. نعم، حتى قطر. حتى هما دابا، لان عندي اصدقاء ديالي كانوا في الموجه اللي كانت مع حرمه الله. نعم. انه كيعاودوا لي بعض الاصدقاء ديالي اللي كنشوفهم دابا، كلهم تعلقوا ما شاء الله. دابا اش داروا؟ جابوا هذوك الناس الاجانب. نعم. استافدوا منهم. نعم. ودابا اش بداوا؟ دابا بداوا كيعتمدوا على 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 المدربين المحليين، لا امارات ولا قطر ولا. دابا هذا هو الاشكال، يعني هما كياخذوا منك انت يا كاجنبي، كيستافدوا منك، من بعد ملي كي هما كيستافدوا راه غادي يوليو اكيد على انهم تعطيو الاسبقيه لهذوك البلاد. نعم، وهذا اللي حاصل. كنتمناو تكون في المغرب. كنتمناو تكون في المغرب، لان الفريق الاول ما بغيناش حنا نبقاو نجيبو غير الفرنكوفونيين، يعني على ما عندناش حنا. هذا عيب وعار. راه انت اخي مصطفى، راه سمعت بانك جيتي هنايا وبغيتي تشتغل في البلاد، وبغيتي دير اشياء اللي كبيره واللي غادي ترجع بالنفع على الكره الوطنيه، ولكن بكل صدق نقول لك اخي مصطفى انك لقيتي ناس كتحارب وناس. هذا هو الاشكال اللي عندنا حنا في المغرب. نعم. سي محمد، حقيقة الحديث معك شيق، وإن شاء الله غادي يكون عندنا معك يعني لقاءات أخرى، فالوقت كيداهمنا، غادي نخلي لك كلمة أخيرة. وكنشكرك سي مصطفى اللي تحتي لي هذه الفرصة هذه، وتكلمنا مرحبا بقلبنا مرحبا والقريحة صراحة، على أننا ما بغينا احنا كرة قدم تزيد لقدام وتزدهر، ولما لا احنا نفوزوا بالالقاب، ولان ملي كتشوف فرق يعني صغيره ولا منتخبات صغيره. نعم. وكتحتل الوصافه ولا كدي القاب، يعني تبقى في الحال صراحه. نعم. لان راك شتي الاستثمار الكبير اللي ولا الملايير كتخسر على كره القدم. نعم. وسميتو نتمنى على انها تكون نتائج، ويكونوا الناس اللي يشتغلوا بصدق وبمحبة. نعم. وما يكونش ذاك الشيء ديال هذا فلان أو هذا من طرف فلان. نعم. هذا خصنا، هذا الشيء هذا خصو يتحيد، هذا خصو يتحيد صراحة. لأن باقي بتكون. نعم. خصو يتحارب، هذا الشيء خصو يتحارب، نحاربوا. نعم. يعني خصنا الناس معقولين وناس أكفاء. نعم. وكلمة أخيرة أخويا مصطفى، تنتمنى الناس الغيورين على 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 حينا العتيق درب غلف. نعم. أنه يعني كاين رجالات اللي عندنا اللي دازوا كلاعبين كصحفيين كممثلين يعني جميع المجالات. نعم. يعني الناس ابناء درب غلف. نعم. على لا على المستويات. نعم. تمنى على انهم ياخذوا بيديهم هذوك، وخاصه حنا تنسمعوا دار الشباب على ان اكثر من 3 سنوات والملعب مغلق، يعني هذوك الاطفال ديال الحي فين غادي يمشيو؟ ما كاينش فين يلعبوا. نعم. ما كاينش فضاءات كثيره. نعم. ما تنتمنى من الله على ان هذه رساله الناس المسؤولين على جامعة المعارف. نعم. على أنهم وبالأخص رئيس الجامعة الأخ حيكر اللي تنعرفوه، إنسان معقول وإنسان رياضي. نعم. على أنه يتحزم وينوض ويدير واحد الشغل كبير في إرجاع ديك المعلمة ديال درب غلف، على باش يرجعوا هذوك الأطفال ما ينحرفوش. لأنه وليت كنسمع، أنا كنمشي للحي ديالنا. نعم. كنسمع أطفال كانوا يعني ينحرفوا، هذا يعني هذا الشيء كيحز في النفس أخي مصطفى. نعم، وهذا اللي خصنا دائما نكردو دائما في الحلقات ديالنا، كنقولوا لهم كفانا كلاما، نريد اشياء ملموسه، نريد يعني هذا الحي هذا ترجع لي الامجاد ديالو، ونقولوا لولاد درب غلف يعني هذا الحي العتيق اللي هما في جميع الاماكن
والمراكز على جميع المستويات، كنقولوا لهم الآن هذا هو دوركم، أنكم تلتفوا وراء هذا الحي هذا باش يرجع الأمجاد ديالو ويرجع للمقام ديالو، ونحاولوا من خلال ذلك أننا نخلقوا ونفرقوا مواهب جديدة كما كان كيفرق هذا الحي من سابقا. إذا سيداتي سادتي، ما بقى لنا إلا أن نودعكم، وإلى حلقة أسبوعية مقبلة إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.